أهلا بكم في فقرتنا من مقالات الصحف لهذا اليوم. نبدأ جولتنا من مجلة فورين أفيرز التي ألقت الضوء على تطورات الصراع الداخلي في إيران، معتبرة أن المحافظين يجلسون في مقعد مريح رغم الضغوط المتزايدة وضغط مواجهة الوباء. فتقول: حان وقت الشعور بالقلق الشديد بالنسبة للكثير من الإيرانيين، ولكن ربما ليس للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي قد يبدو عدم اكتراثه محيرا، حيث تترنح إيران من جراء تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية واغتيال اللواء قاسم سليماني وشبح الحرب مع القوى العظمى الرائدة في العالم. لكن خامنئي ونظرته للعالم في صعود على المستويين الداخلي والخارجي. وتضيف فورين أفيرز إبراز كيف أن الأزمة عززت صفوف المتشددين بمن كانوا خصومهم بالأمس القريب، فتقول: انتهز ظريف لحظة الأزمة للدعوة إلى مزيد من الشمولية في النظام السياسي الإيراني، وطالب بتدبير عقلاني في الداخل من أجل مواجهة العقوبات ووباء كورونا، وأن على طهران إعادة بناء أسلوبها في الحكم، فالحدود اليوم ليست بين من هم في معسكرنا ومن هم خارجه، بل كل من هو من أجل حياة المواطنين ويواجه في الوقت نفسه العقوبات المسببة للوفاة وفيروس كورونا هو إيراني وفي معسكرنا. وترجع فورين أفيرز أسباب هذا التحول الداخلي إلى تغير موقف الإدارة الأمريكية، فتقول: الانقلاب ضد مدرسة روحاني لم يكن من خصوم حزبيين في إيران، ولكن من الولايات المتحدة. في 2018 ألغت إدارة ترامب الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه سلفا ووافق عليه مجلس الأمن، فحسب الانسحاب الأمريكي روحاني وحلفائه سياسيا من خلال تقويض دعوتهم للمشاركة الدبلوماسية بقوة، وأصبح روحاني منذ ذلك الحين بطة عرجاء بالمعنى الحقيقي، حيث فاز المحافظون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتستنتج المجلة الأمريكية فتقول: أصبح روحاني الآن ثانويا في المشهد إلى حد كبير، حيث يقود الرئيس رئيس السلطة القضائية حملة لمكافحة الفساد، فساد قوات السلطة المحافظين، وعززت موقفهم للتأثير بشكل حاسم على خلافة خامنئي البالغة من العمر 80 عاما. وحسب استطلاع أجرته جامعة ماريلاند، أصبح الرئيس الآن أكثر شعبية من روحاني بهامش واسع. لقد أصبح الجو في إيران أكثر قمعا، ولكن لم يعد المتشددون يخشون من أن الدبلوماسية ستغير النظام من الداخل. وننتقل إلى جريدة واشنطن بوست التي فتحت النار على تغريدات الرئيس الأمريكي واعتبرتها دعوة صريحة للتمرد، فتقول: تحرض تغريدات ترامب على التمرد، وهذا أمر غير قانوني، حيث يحظر القانون الفيدرالي الدعوة إلى الإطاحة بالحكومة. وحرض الرئيس ترامب على الانتفاضة ضد حكام ولايات ميشيغان، مينيسوتا وفيرجينيا المنتخبين بعد يوم واحد فقط من إصدار توجيهاته بإنهاء حالة الإغلاق. وبذلك قوض الرئيس توجيهه الخاص من خلال الدعوة إلى أعمال إجرامية ضد الحكام لعدم إنهائهم حالة الإغلاق بالسرعة الكافية. وتواصل واشنطن بوست انتقادها لموقف ترامب فتقول: ليس من المستغرب على الإطلاق اعتبار تغريدات ترامب بشأن التحرير تشجيعا ضمنيا للمواطنين على حمل السلاح ضد مسؤولين منتخبين من الحزب المعاكس لحزبه، ردا على قرارات قانونية قد تكون غير شعبية أحيانا تقضي بضرورة البقاء في المنازل.
إنها صدى للخطاب الداعي إلى تعديلات البند الثاني من الدستور خلال انتخابات منتصف المدة لعام 2010، ومن الواضح أنه انتهاك لمبادئ الفيدرالية وربما يكون جريمة بموجب القانون الفيدرالي، لأن التمرد أو الخيانة ضد حكومة الولاية جريمة في فيرجينيا وميتشيغان ومينيسوتا وكذلك في معظم الولايات. وتصف واشنطن بوست تغريدات ترامب بعدم المسؤولية السياسية وتقول: بغض النظر عما إذا كانت هذه التغريدات في حد ذاتها جريمة، لكن الأهم من ذلك أنها غير مسؤولة وخطيرة، إذ أعربت الجماعات المسلحة مؤخرا عن رغبتها في دعم دعوة الرئيس المغلفة لحمل السلاح، بعدما أشار في تغريدة له على تويتر إلى أن عزله من منصبه قد يؤدي إلى حرب أهلية. لهذا السبب لا يمكننا اعتبار هذه التغريدات أنها مجرد مغالطة أو مزاح سياسي، ولهذا السبب فإن تغريدات الرئيس ترامب ليست محمية بحرية التعبير بحرية التعبير. وننتقل إلى مجلة دير شبيغل الألمانية التي تساءلت في مقال رئيسي عن أي عالم نريد بعد كورونا، فتقول: بدل تكرار نفس الأخطاء يجب أن يكون هدفنا بعد هذا الوباء هو العمل على بناء اقتصاد أفضل. علينا أن نختار، يمكننا أن نواصل بلا وعي العمل على إعادة إنتاج أزمة ما قبل تفشي وباء كورونا، أو أن نحاول خلق وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل الأزمة. هناك طريقة أخرى لتحقيق النمو النوعي مع اقتصاد مستدام وتنافسي، لكن كيف نصل إلى ذلك؟ يجب أن نستبدل الهياكل القديمة والمضرة بالبيئة ببنية تحتية قد تكون حديثة نظيفة وفعالة في جميع المجالات، وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من فرص العمل ويجعل الناتج المحلي الإجمالي ينمو بشكل أسرع بكثير من السابق. نهاية فقرة صحافة بريس لهذا اليوم، عودة إلى إيمان.